واخيرا تم الاعلان عن الايفون 13 ال13 ميني ال13 برو وال13 برو ماكس. والنهارده احنا جايين نتكلم على كل الجديد. هو مفيش كتير قوي يعني جايين نتكلم عليه، بس الجديد الحقيقي هنكتشفه كمان اسبوع لما اروح دبي مخصوص واشتري ايفون واعمل لكم ريفيو الايفون من جوه دبي، ونكون بنجرب الكاميرا الجديده بتاعته تحت برج خليفه. فمهم قوي قبل ما نكمل الفيديو لازم تعمل سبسكرايب، تعمل لايك للفيديو، وتعمل شير للفيديو ده في كل السوشيال ميديا، ونبدا على طول في صور الموضوع. خلينا نبدأ بالايفون 13 وال 13 ميني، الايفونات القليله، الايفونات اللي سعرها 700 دولار و 800 دولار. مبدئيا كده الايفون بقى بيجي بستورج 128 جيجا كاقل فيرجن، بدل ما كان بيجي ب 64 في الايفون 12 و 12 ميني دلوقتي بيجي ب 128، فده ابجريد حلو. البطاريه حجمها كبر ساعه ونص في الايفون 13 ميني وساعتين ونص في الايفون 13 العادي، ده مقارنه مع 12 ميني وال 12 العادي، فده ابجريد برده حلو. وساعتين ونص بطاريه زيادة ده رقم حلو قوي، ده رقم مش قليل، ده ممكن تتكلم مثلا في حوالي 15-20% زيادة في حجم البطارية. نتكلم على التصميم الجديد جدا بتاع الايفون 13 و 13 ميني. جايز نتكلم على التصميم اللي ما حصلش التحفة. هو مفيش تقريبا تطور في التصميم من الظهر، غير ان الكاميرات بدل ما كانوا تحت بعض بقوا بالورب، فدي الحاجة بقت معروفة انك معاك ال 13 مش معاك 12. تقلب بقى الموبايل وتشوف الشاشه هتلاحظ حاجتين. اول حاجه الشاشه نفسها تطورت، بدل ما كانت شاشه اولد عاديه بقت اولد اكس دي ار، نسخه طبق الاصل من 13 برو موجوده في 13 العادي، بمعنى اصح نسخه طبق الاصل من ايفون 12 برو بقت موجوده في الايفون 13 برو، هي نفس الشاشه بالملي، مفيش اي اختلاف السنه دي ولا برايتنس اقل، لا هي 1200 نتس، هي نفس الشاشه بالظبط. والحاجه الثانيه بقى انت تلاحظها في واجهه الموبايل هي حجم النوتش. النوتش صغرت كارقام كبريس ريليس، كورق كده اتبعت او ورق بقى واضح على الويب سايت ممكن تدخل تقراه على بتاع ابل، بيقول لك ان حجم النوتش صغر 20%، دي ارقام رسميه. ولكن ابل في الايفنت ما جابتش سيره تماما ان في اي حاجه حصلت في النوتش. هي اتكتبت وسط الجرافيكس كده لمده 5 ثواني على الشاشه كده، فاهم؟ شفناها بس يعني قالوها ببق بقى، قال لك ذا نيو نوتش ديزاين، ذا نيو فيس اي دي في نوتش اصغر، ذا نيو بلح في الموبايل، مالش اي حاجه، مفيش اي حاجه. يعني هو النوتش صغرت كده ما بين السطور، وابل كانت شبه مكسوفه ان هي تقول حاجه زي كده، فما تقالش ان الايفون نوتش صغرت، يعني صغرت وبس، يعني ما فيش حاجه ثانيه نعرفها على الموضوع ده. بس اللي احنا عارفينه ومتاكدين منه ومتاكدين ان هو هيبقى جامد قوي اوريدي كارقام، هو جامد قوي 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 قوي، هو البروسيسور الجديد ال A15 بايونيك. البروسيسور ده يعني عارف لما شركه تطلع تقول لك احنا اسرع من اسرع بروسيسور موجود في السوق 50% بروسيسنج، واحنا اسرع من اسرع بروسيسور موجود في السوق 30% جرافيكس، يعني الكلمه دي تقيله، الكلمه دي مش اي حد يقدر يقولها، دي حقيقه. البروسيسورز بتاعت الابل في ليفل تاني خالص كبروسيسنج، كقوه اداء، كرو بيرفورمانس. سناب دراجون 380 معالج محترم جدا، معالج قوي جدا، معالج موفر، معالج معالج معالج. ال A15 بايونيك معالج اقوى منه بكتير، مفيش ليفل، 50% اسرع من سناب دراجون 380. هل ده معناه ان هو اسرع كتير من ال A14 بايونيك؟ لا، يعني هو اسرع بس هل هو اسرع ب 50%؟ لا، عشان كده اتقالت السنه دي هو 50% اسرع من المنافسه، ولكن ما اتقالش هو كام في المية اسرع من الاي 14 بتاعهم بتاع السنه اللي فاتت. فدي نقطه برضه تحط في حسبانك، هل انت لو هتعمل ابجريد من ايفون 12 لايفون 13 هل هتحس بالابجريد في الاداء؟ الاجابه بكل اختصار ما اعتقدش، لان الفرق مش هيكون كبير. خلينا نلف الموبايل تاني كده ونرجع لظهره ونعرف ايه الكاميرات الجديده الموجوده فيه. الكاميرات الجديده هما كاميرتين في ظهر الموبايل، كاميرتين 12 ميجا بكسل، مفيش فرق في حجم الميجا بكسلز، ولكن في فرق في السنسور نفسه بتاعه. المين كاميرا فتحه العدسه ساعتها بقى 1.6، نفس فتحه العدسه ونفس الكاميرا كانت مستخدمه في الايفون 12 برو، اتحطت هنا في الايفون 13 العادي. يعني هو دلوقتي بقى ده ترند، بيحطوا الحاجه في البرو فيرجن السنه اللي فاتت بعد كده بينقلوها لل 13 او اللي بعده السنه دي. الكاميرا دي بقى بحجم بكسلات كبير جدا 1.7 مايكرونز، حجم يدخل كميه ضوء محترمه، تعمل لك عزل حقيقي حلو. والكاميرا الترا وايد برده فتحه العدسه بتاعتها اتنقلت شويه من f2.6 والحاجات اللي بتضحك اللي كنا بنشوفها زمان لهنا f1.8، وده رقم محترم جدا، رقم بيساعد الكاميرا هي ما تطلعش صور بلح بالليل. ايه بقى الجديد في الكاميرا نفسها كفيتشرز او كده؟ هو يعني تفتكر شويه اي فيتشر جديده ما عدا واحده بس، حاجه اسمها سينيماتيك مود. دي معناها
انك تقدر تعمل حاجه اسمها راك فوكس. الراك فوكس ده عباره عن لو انت مثلا عايز تعمل شيفت للفوكس، او مثلا تنقل فوكس من حاجه في الفور جراوند زي مثلا لحاجه زي البتاع اللي على الورايه دي، الزرعه، الشمعه الغريبه اللي احنا عمرنا ما استخدمناها في حياتنا دي، فاهم؟ لما تعمل راك فوكس تحس كده بحاجه سينمائيه شكلها حلو كده. بعيدا عن كده مفيش تقريبا اي اختلافات تاني من ايفون 13 والايفون 12. ندخل بقى في ال 13 برو وال 13 برو ماكس. كتصميم بقى واختلافات في ال 13 برو وال 13 برو ماكس عن ال 12 برو وال 12 برو ماكس مفيش. مفيش يعني. الكاميرات هي نفس شكل الثلاث كاميرات من الخلف. هما لما جو مشهد كده في لحظه للموبايل هو بالجنب كده، انا الوهله حتى جوه اللايف ستريم بتاع الفيسبوك لسه عاملينه من شويه، قلت ايه ده موبايل تخن، مش موبايل تخن، موبايل نفس السمك بس الكاميرات عاليه لو ك ك كسمك كبرت. فعلا مفيش تقريبا اي اختلاف في ظهر الموبايل من 12 برو و12 برو ماكس ولا حتى في السايدز. هو الاختلاف موجود برضو في حجم النوتش اللي هي على كلام ابل في المقاله الرسميه صغرت بنسبه 20%، ولكن برضو مفيش اي كلمه اتقالت، هي حجم النوتش باين لها صغرت. هل هي صغرت ولا لا؟ ده اللي احنا هنعمله بالكاميرا الماكرو الحلوه دي كده وهي بتعمل تقرب كده من البتاعه عشان تعرف الحجم صغر ولا لا، وهو ضد الايفون 12 برو ومش عارف ايه. على ذكر الماكرو، كاميرات الايفون 13 برو من الخلف بقى فيها فيتشر الماكرو. مفيش كاميرا مخصصه للماكرو، ولكن بقى في فيتشر الماكرو في الكاميرا الوايد انجل بتاعت الايفون الجديده، والكاميرا دي بتقدر تقرب من الاوبجكت، بتقدر تخلي المسافه بينها وبين الحاجه اللي بتصورها 2 سنتي فقط، وده رقم قليل قوي 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 عن اي رقم تاني تقريبا موجود في السوق ما عدا موبايل واحد كان الاوبو فايند اكس 3 برو اللي انت تقريبا بتلزق، لكن ده بيقل 2 سم، ده رقم حلو. برضه في ميزه جديده هي الاتش دي ار 4.0، يعني بالاضافه ان الاتش دي ار كان ممتاز اوريدي في الايفون 12 برو، عملوا اتش دي ار اقوى منه. هو الاتش دي ار بتاع الايفون وصل لحته فعلا يا جماعه، انت لو قاعد على شمسيه على البحر وعينيك وجعاك من الشمس ومش شايف البحر ولا مش شايف مش عارف ايه، لو طلعت الايفون بتاعك هو بيشوف احسن من عينك. الاتش دي ار بتاعه بيقدر هو يشوف حاجات فاقعه جدا وحاجات ضلمه جدا احسن من عينك، فهو دلوقتي طوروا ده كمان خلوه اتش دي ار 4.0. لازم نكون بنجرب الايفون عشان نعرف الميزه دي اكتر، ولكن الحاجات اللي احنا مش محتاجين نجربها عشان نعرف ان هي جامده قوي هي دولبي فيجن اتش دي ار، والاهم ان دلوقتي الايفون بيقدر يسجل برو ريز فيديو. برو ريز ده عباره عن كودك معين او طريقه تسجيل معينه بتكون ناعمه جدا وحلوه جدا في برامج المونتاج. دي حاجه بصراحه خرافيه. انا بعد كده لو هصور اي فيديو بالايفون هيكون 100% هيتصور على برو ريز، لان هعرف استخدم الفيديو ده بعدين وعمل بيه حاجات تروشه. بس في حاجه مميزه وحاجه جديده وحاجه فعلا مش موجوده في سوق الموبايلات ولا في اي كاميرا ولا في اي حاجه سمعتها قبل كده، وهي مود سينماتيك فيديو، ولكن الفوكس شيفتنج اللي فيه. اتكلمنا في الايفون 13 العادي على ميزه الراك فوكس اللي انت تعمل فوكس مش عارف ايه وشرحتها لكم. دلوقتي الميزه دي اللي احنا عملناها دلوقتي دي تقدر انت تعمل حاجه شبهها بس بعد ما تصور الفيديو، مش بتشيفت فوكس من حاجه للتانيه، ولكن بتزود العزل في الفيديو بعد ما بتصوره. حاجه زي كده كانك صورت صوره بورتريت عاديه وبعد كده بتعزل الخلفيه بتزودها او بتقللها، الكلام ده بيحصل في الصور عادي. دلوقتي الكلام ده بتقدر تعمله في الفيديو، وحتى بعد ما تخلص تصوير الفيديو تقدر تزود وتقلل العزل، كل ده بسبب الاف 15 القوي جدا اللي بيقدر يعمل حاجه زي كده. اللي انا مستغربه ان الاف 15 قوي يقدر يحمل حاجه زي كده، فدي حاجه كويسه. طب هي مش موجوده ليه في الايفون 13 العادي؟ ليه موجوده بس في البرو؟ ما دي قوه معالج مش قوه كاميرات. دي نقطه محتاجين نجرب ونعرف. الحاجه اللي فعلا هتلاحظها وهتنبهر بيها وهتعجبك وعينك هتنبسط، ودي هتكون اكتر حاجه تقول بيها ان ده الايفون 13 برو الجديد، هي ال 120 هرتز. عارف لقد هربنا لاجل هذه اللحظه. يعني بجد طولنا قوي عشان نوصل لدي، حرام بجد، ما ينفعش، عيب. نفس فكره البرو موشن اللي كان موجود في الايباد بقى موجود هنا في الايفون، ولكن باختلاف بسيط، وهو بقى فاريبل هيرتز. يعني انت لو بتعمل حاجه ليها معنى على الشاشه محتاج هيرتز سريع، محتاج ان الشاشه تكون ناعمه، الشاشه او البروسيسور هيشتغلوا مع بعض اللي هم يدوك حاجه زي كده، والشاشه تشتغل على 120 هيرتز. لو مش بتعمل حاجه ليها معنى قوي او الموبايل مش محتاج ان هو يكون بيشتغل على 120، انت بتتفرج على صوره ثابته، فليه الموبايل يشتغل 120؟ فهو بيشتغل على 10 هرتز، فبيكون موفر في البطاريه وقت ما انت مش محتاج، وبيكون ناعم وروش، وهتحس ان هو سريع اكتر بكتير لما يكون محتاج حاجه زي كده. الايفون 13 برو نزل باربع الوان، الجولدن والجرافايت والسيلفر، ولكن اللون الجديد يسمى بسياره بلو، او لون كده على اسم جبل سياره، ولون بلوش كده. هو مش البلو بتاع الايفون 12 برو اللي هو بلو غامق، لا هو بلو سماوي فاتح، لون كده يعني جديد. بس كده. شكرا. وبصراحه هو فعلا بس كده، يعني الاختلافات الحقيقيه الموجوده هي ال 120 هرتز
وهي شويه فيتشرز في الفيديو ده. يعني عشان برضو ان الكاميرا نفسها تطورت، الكاميرا الخلفيه بتاعت ايفون بقت f1.5، فتحه عدسه اقوى، شاربنس مش عارف هتكون ايه اخبارها مع فتحه عدسه قويه قوي دي، فرصه تكون اوحش سنه مع فتحه عدسه قويه. يعني اتمنى الموضوع ده ما يكونش فعلا مشكله. الكاميرا الزوم بتاعته بقت 3x زوم 77 ملي بدل 2.5x، فده برضو ابجريد لطيف. الكاميرا 0.5x برضو بقت f1.8، فتحه عدسه كويسه، هتطلع صور كويسه. على حسب كلام ابل الكاميرا الترا وايد بتطلع صور نايت مود احسن بنسبه 2.2x، يعني انت هتطلع صور نايت مود في حته ثانيه خالص بالالترا وايد كاميرا، فدي حاجه رقم كويس جدا. التسعيره هي هي، البرو بيبدا من 1000 والبرو ماكس بيبدا من 1100، ودلوقتي بقى عندك فيرجن 1 تيرا بايت من الموبايلات، يعني كبير قوي. وسعره وعلى فكره سعره مش غالي قوي او غالي جدا، اكيد ب $1600 نسخه البرو ماكس ال 1 تيرا بايت. هو غالي طبعا، والتاني ارخص منه $100 اللي هو $1500 لو هتشتري البرو العادي. فكره انك وصلت ال 1 تيرا بايت في موبايل ده حاجه حلوه، فكره ان عندك شاشه 120 دي حاجه حلوه، بس محبط كالعادة كل سنة الأرقام مش بتكون جذابة زي المتوقع. كان نفسي أشوف تغييرات في الديزاين، كان نفسي أشوف نوتش فعلا أصغر. 5 سنين عدوا باختلاف بسيط قوي، يعني كان نفسي فعلا أشوف الاختلاف، كان نفسي أشوف آخر إيفنت one more thing، كان نفسي أشوف أي حاجة، بس هو إحباط شوية. لما أجرب الموبايل طبعا وجهة نظري تختلف، كاميرات هتعجبني، حاجات كتير هتعجبني، وكده كده هينزل فيديو تاني هنتكلم فيه عن كل الفيتشرز بتاعت الايفون وقت ما ينزل. بس لغاية لما ده يحصل لازم تعمل لايك، لازم تشترك في القناة. أشوفكم في الفيديو.